لن أهلم مع الكريم كراميل، ومن ما يحبها؟ تعالوا نسويها بأسهل وألذ طريقة. راح نجمع المواد كلها مع بعض. عندي هنا 3 كاسات حليب، راح أضيف معها 3 أظرف كريم كراميل، وعندي هنا بيضتين، وعندي هنا 3 ملاعق حليب بودر، وعلبة قشطة، ورشة فانيلا. أحركهم كلهم مع بعض لحد ما يتجانسون، وبعدين أفتح النار عليهم. استمرت أحركها على النار لحد ما غلت مثل ما أنتم شايفين، وثقلت عندي نوعا ما. نصبها بالقالب وراح أخليها شوي ترتاح 10 دقائق، وبعدين على الثلاجة لحد ما تبرد. ممكن تأخذ لها 4 ساعات تقريبا. وبعد كم ساعة بردت الكريمة حقتنا، ونجي نقلبها. شيل الطرحة عن الوجه الصبوحي، افتح يا سمسم، ألذ كريمة ممكن تذوقونها.